شهد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الإنجاز غير المسبوق للمرأة البحرينية في مجال الطيران الحربي والعسكري، والمتمثل في أول طلعة جوية بطائرة قتالية بقيادة حفيدة سموه الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة، حيث قامت بالإقلاع بالطائرة الحربية القتالية هوك من قاعدة الشيخ عيسى الجوية صباح اليوم، وبحضور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في طلعة جوية استمرت ساعة واحدة. حرص سموه على متابعة هذا الحدث البارز أولا بأول منذ الإقلاع حتى الوصول، وقد وصف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الطلعة الجوية للشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة بالطائرة القتالية بأنها حدث فريد وإنجاز مشهود يجسد العزيمة وروح التحدي لدى المرأة البحرينية والإصرار على خدمة الوطن والذود عنه في أشد المجالات صعوبة. فيما أكد معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين الذي حضر هذا الحدث الكبير بأن الشيخة عائشة سجلت إنجازا في تاريخ سلاح الجو الملكي البحريني، وقد هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد بنجاحها بأول طلعة جوية بالطائرة القتالية والتابعة لسلاح الجو الملكي البحريني، معربا سموه عن الاعتزاز والفخر بأن تكون الشيخة عائشة أول بحرينية تقود طائرة حربية في تاريخ سلاح الجو الملكي البحريني، مشيدا سموه بإصرارها وعزيمتها القوية في خوض هذا المضمار الصعب لتكون أول بحرينية تقود طائرة حربية مقاتلة بعد اجتيازها بنجاح المرحلة التدريبية الشاقة في الطيران العسكري وتخرجها من كلية ساندهيرست العسكرية العريقة، لتفتح بهذا الإنجاز المشرف المجال أمام شابات الوطن والعنصر النسائي للانخراط في شرف حماية الوطن والدفاع عن ترابه الغالي من خلال سلاح الجو الملكية. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن قوة دفاع البحرين تمثل صرحا وطنيا نزه بشموخه وينطلق برعاية ملكية سامية بخطى ثابتة وعزيمة قوية، محققا إنجازات مختلفة على شتى الأصعدة وفي جميع المجالات، وتنهض بمسؤوليات كبيرة تمثلت في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقلاله وصيانة مكتسباته الوطنية ورعاية تقدمه وازدهاره. منوها سموه بما تشهده قوة دفاع البحرين من تطور ونقلات نوعية في شتى الميادين، ومنها سلاح الجو الملكي البحريني الذي أصبح فخرا لما يضمه من كفاءات وما يحققه من مشاركات إقليمية ناجحة بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الانتساب لقوة دفاع البحرين شرف لكل مواطن، منوها سموه بالدور الذي يقوم به رجالها البواسل في حماية الوطن وتثبيت ركائز أمنه واستقراره ومشاركتهم الفاعلة مع أشقائهم وحلفاء وأصدقاء وطنهم في الدفاع عن الحق العربي ووقف التدخلات في شأنه وحماية الشرعية وتثبيت ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة. وقد رفعت الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه اللامحدود لها، مؤكدة أن تشريف سموه لأول طلعة جوية لها بالطائرة القتالية هوك يمثل أكبر دعم وفخر لها ويدفعها لبذل المزيد من أجل رفعة الوطن وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، مشيرة إلى أن الإنجاز الذي حققته والذي يمثل سابقة ضمن المنجزات المتقدمة للمرأة البحرينية يؤكد على ما توفره لها الحكومة من أجواء محفزة للمشاركة في مختلف ميادين العمل الوطني، ومن أهمها وأسماها العمل ضمن قوة دفاع البحرين للدفاع عن الأرض الوطني وحياضه. We'll be right back.
وقد تفضل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتسلم نسخة من كتاب الطيار الأول ومسيرة سلاح الجو الملكي البحريني، والذي يوثق مسيرة سلاح الجو الملكي البحريني والدور الرائد لجلالة العاهل المفدى في تطوير منظومته، والذي تشرف بتقديمه اللواء ركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي.